الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أحبابنا الكرام، نحن في الحلقة 13 مع صفات الأولياء، أو كيف تكون وليا لله سبحانه وتعالى. كنا في الحلقة الأخيرة نتحدث عن حفظ الجوارح، وبدأنا بالحديث عن اللسان. بعد ذلك على الإنسان أن يحفظ سمعه وبصره، سمعه كما يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة، أيضا السمع مثلما يتكلم يسمع، أن يحفظ سمعه عن قول الزور حتى لا يدخل في باب المعصية. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس إلى قينة، قينة يعني المغنية، من جلس إلى قينة أو يستمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك. قيل: وما الآنك يا رسول الله؟ قال: الرصاص المذاب. فمن حفظ سمعه حفظه ربه سبحانه وتعالى. هناك شيء في الاستماع قليل من الناس ما يعرف عنه شيئا، ألا وهو فن الاستماع. فن الاستماع، هذه كلمة جديدة على البعض. يعني كما أن الابتسامة لها جذب للناس، كما أن ترك العبس أو العبوس جذب للناس، كما أن الأحاديث الجميلة هي جذب، أيضا الاستماع إلى من يتحدث والتفاعل معه هو أيضا جاذب مهم بالنسبة للناس. قد تجد بعض الناس لا يتكلم كثيرا، ولكن إذا تكلم ممكن أن يتبسم، كلامه قليل ولكن القلوب تنجذب إليه. كمثال بسيط، قارن بين اثنين: إنسان يتكلم وهناك مستمع، هذا المستمع يستمع إلى قصة، فقارن. عندما يتحدث في وسط الحديث يقول هذا المستمع: أنا حدث معي هذا. قطع، قال له: استمع قليلا. بعد قليل وهو يكمل القصة يقول له: عجل عجل، أنا أعرف ماذا حصل. هذا الإنسان يعني يؤثر على المتكلم. إنسان آخر، أنت تتكلم هو يستمع إليك، بعد قليل نظر إلى الإضاءة، نظر إلى الناس والتفت يمينا ويسارا، هذا يؤثر عليك. بعض الناس معه الجوال يكتب رسالة وهو يستمع إلى حديثك، هذا إنسان يؤثر عليك. بالمقابل تجد إنسانا أنت تتكلم هو يتفاعل معك، يتبسم، يتعجب، يتغير، كيفما تتكلم هو يتأثر، هو بكليته معك. إلى أي من هؤلاء تتكلم؟ حتما الإنسان الثالث هو الذي يجذب انتباهك أكثر من الغير. فهذا فن الاستماع، أن تستمع إلى الإنسان لو كان هو أقل منك، لو طفلك، لو ابنك، لو أي إنسان يتكلم أنصت إليه، تراه عندما تنصت إليه يتأثر وينجذب إليك. أما هو يتكلم أنت تلتفت تتحدث مع آخر، هذه مسيئة. جذب القلوب، حتى لو كان الإنسان متكلم، حتى لو كان الإنسان مؤثر في كلامه، إذا لم يستمع وينصت وعنده فن الاستماع كما كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الناس تضع عليه علامة. بعض الدعاة معروف يطلع على الفضائيات أيضا، وإذا تكلم أثر في الناس، لكن عنده هذه المسألة أنه يتكلم ولا يستمع كثيرا، فكان يؤثر بكل الناس، حتى إذا أتى إلى البيت يتكلم ولا يستمع إلى زوجه، يعني يتكلم معه زوجه يقاطعه ويتكلم، تعود على الدعوة وعلى الكلام. فالزوجة ما تتأثر من هذا الإنسان. فيوم قال: لعل أنه إذا أنا عملت شيء خلي الزوجة تتأثر فيها. قال: تذهبي معي إلى محاضرة إلى أحد الدعاة.
فركبت السيارة معه إلى هذا المسجد الكبير، دخلت هي من باب النساء، دخل هو إلى وهو المحاضر، ولم يقل لها أني أنا المحاضر. وبدأ المحاضرة، ولما علم أن زوجته أيضا في المحاضرة أخذ أكثر فأكثر، فأبدع أشاد. بعد المحاضرة صلى، خرج إلى السيارة، ركبت الزوجة معه في السيارة، فبدأ يتحدث عن الزحام الموجود، عن المسجد، عن الكذا. بعد قليل: كيف رأيت المحاضرة؟ قالت: جميلة مؤثرة. من المحاضر؟ قال: ما عرفت من المحاضر؟ قالت: لا، السماعات ضعيفة الوصول. فقال: أنا المحاضر. أنت المحاضر؟ قال: أنا المحاضر. قال: أنا أقول لماذا كلامك كثير؟ كل الناس ساكتة وأنت عم تحكي. فلأنه ما عنده فن الاستماع إلى ما يتكلم الغير، فهذا مما يؤثر على التأثير بالنسبة للناس. بعد ذلك يأتي البصر: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إطلاق البصر هذه عادي بين الناس، يعني مدخل من مداخل الشيطان، فإذا الإنسان غض البصر كان هذا الأمر قاسما للشيطان. كل الذنوب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لذلك كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فإنسان مثل ما قيل: رب نظرة أورثت شهوة، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينصح سيدنا علي رضي الله عنه يقول له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. يعني في بعض الناس فهم من الحديث: إذا كانت النظرة الأولى لك فبحلق وما تشيل بصرك لحتى تكون الثانية عليك. النظرة الأولى هي نظرة الخطأ، هذه لك لا تحاسب عليها، والثانية أما إذا أصر أو أمعن النظر هذه النظرة عليه. اليوم يعني حتى المشي في الشارع أصبح مصيبة من المصائب. يعني الإنسان عندما يتجول في عمله في كذا مشكلة، كيف ما التفت الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، العين تزني وزناها النظر، اللسان يزني وزناه الكلام، اليد تزني وزناها البطش، والرجل أيضا وزناها الخطى، ويكذب ذلك أو يصدقه الفرج إذا وقع في تمام المعصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله عوضه الله لذة يجد حلاوتها في قلبه. سيدنا عمر يقول: من ملأ عينه أو عينيه من قاع بيت، يعني نظر إلى داخل البيت قبل أن يؤذن له، فقد فسق. نحن من العادي نطرق الباب ونقف هكذا أمام الباب، هذا خطأ. عليك أن تطرق الباب وتتنحى جانبا. ربما الزوجة ظنت أن زوجها الذي أتى في نفس الوقت فتحت دون أن تضع على رأسها شيء، فهذا محرج. فتطرق الباب وتميل جنبك، تعطيه للباب حتى إذا حدا فتح سلام عليكم ينتبه الذي هو داخل البيت. سيدنا الإمام الشافعي يعني حتى هذا النظر يقسي القلب حتى ينسي العلم. يعني إذا الإنسان يحفظ يتأثر حفظه بالنظرة. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان معروف عنه من شدة الحفظ إذا قرأ ورقة يغطي الورقة الثانية حتى لا تسترق النظر فيحفظها مباشرة، كان سريع الحفظ كآلي حافظة. فمرة كان يقرأ الكتاب مرة أو مرتين يحفظه، صار يأخذ معه 4-5 مرات، معناته الحفظ ضعف. فكان عنده شيخ اسمه الشيخ وكيع ابن الجراح، فذهب إليه وشكى إليه حاله إنه أنا ما عم بحفظ مثل ما كنت أحفظ. فكتب بيتين من الشعر، وكان شاعرا ومحدثا سيدنا الإمام الشافعي. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قالوا: يا إمام، ما هو السبب الذي نسيت فيه العلم؟ قال: كنت مارا في الطريق فوقع بصري على عقب امرأة
العقب خلف القدم من أسفل، هذا العقب. فالله يرضى عن الإمام الشافعي اليوم إذا بنقول للناس حافظين سورة الفاتحة وكل هو الله أحد كل أعوذ برب الناس على الشوفات يعني جيد، فإذا كان هذا ينسي فالنظرة والسمع هذه الأشياء الإنسان ممكن أن يقع وممكن أن ينسى وممكن أن يتأثر. بعد ذلك نأتي إلى حفظ البطن وحفظ اليد وحفظ الرجل. يجب على الإنسان أن يحفظ بطنه من الحرام. ماذا تدخل في بطنك؟ من كان همه ما يدخله في بطنه فقدره ما يخرجه من بطنه. إذا كان الهم هو بس الطعام والشراب هذه مشكلة. لما سيدنا سعد طلب من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون مستجاب الدعوة، فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فالنبي أعطاه سر إجابة الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. قول حلال الدعاء يصبح مستجابا، أطب مطعمك تستجب دعوتك. لذلك الحبيب المصطفى فيما رواه أبو هريرة يقول يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر ويسعى أشعث أغبر، يعني عم يسعى في الدنيا وبيركض إلى الدنيا، يمد يديه إلى السماء، عم يشتغل بالأخير يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك أو أنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا الإنسان وهو كل ما يملك من الحرام؟ أطب مطعمك تستجاب دعوتك. ثم بعد ذلك نتحدث عن حفظ اليد، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه بعد الفاصل.